أهلا بكم مجددا إلى نشرة أخبار الدار. نصل بجولتنا الإخبارية إلى قضية الدار لهذا اليوم، ألا وهي قضية المبيدات الحشرية والشركات المتخصصة في هذا المجال، إذ أبدى سكان المباني السكنية والمنازل قلقهم واستياءهم من كثرة الملصقات التي تضعها هذه الشركات أمام الأبواب، مستغلين حاجة السكان لذلك وطلبوا بضرورة تكثيف الرقابة على هذه الشركات لمعرفة الموثوق من غير الموثوق منها. قاتل يجول ويصول ويدخل بيوت الناس دون رادع له، إنها المبيدات الحشرية التي تسببت مؤخرا في وفاة الطفلة حبيبة ابنة 3 أعوام. عدسة أخبار الدار جابت بعض شوارع الشارقة لتسليط الضوء على هذه السموم التي باتت تشكل أرقا كبيرا بالنسبة للسكان، لانه كل ما بنجي على البيت بنلاقي اوراق محطوطين على الابواب، يعني شيء شغله مزعجه، وعلى باب الاسانسير بنلاقي، يعني هي المفروض تكون عن طريق البلديه جهات معينه، هي اللي تيجي ترش، هي اللي تيجي تعمل، هي اللي تيجي تساوي، لانه هي بتكون قانونيه ويعني ما بتاذي الاطفال، ما بتاذي شيء. من اين تاتي تلك المبيدات الحشريه القاتله؟ وما هي موادها المستخدمه؟ ذهبنا الى عقر دار العاملين في هذه المبيدات لنعلم منهم ما يقومون به من هذه الاعمال الخطره. واحد غرفه صاله سبي هذا 150، هذا انا اخذ على الغرفه الواحده 150 درهم شامل، واما الغرفتين والصاله ب 200 درهم. انا اشاهد الشقه اولا ثم اعطي السعر بعدين، انا خبر هذا فلوس. مطالبات إلى بلدية الشارقة لتكثيف الحملات التفتيشية على شركات المبيدات الحشرية والمخالفين في هذه الأعمال كانت من بين مطالب السكان الذين طالبوا بوضع حدود لهذه الظاهرة، إذ إن ملصقات الإعلان لهذه المبيدات تجدها في أغلب المنازل. أنا ما رش ولا استعمل الرش، يعني موجود في البيت يحطون إعلانات على البيبان كذا، بس صراحة ما أصدق الأمور هذه، أخاف استعملها كمواد كيماوية وكذا على أبنائي وعلي. حالات التسمم بالمواد السامة لن تكون الأولى ولا الأخيرة إذا استمر مروجو السموم هؤلاء بالعمل دون رادع لهم. ورقة صغيرة بداخلها رقم تجدها أمام منزلك ومركبتك، فإذا اتصلت بهذا الرقم ربما يقودك إلى الهلاك والأمراض المتعددة. لا أراكم الله مكروها. لنشرة أخبار الدار، مراد الشباب، الشارقة. ولإضاءة أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر اتصال هاتفي السيد يوسف الأحمد، رئيس قسم النفايات الصلبة ببلدية الشارقة. أهلا بك. حياة الله أختي. أهلا وسهلا. بداية، هل هناك آلية تتبعونها لضبط سوق مكافحة الحشرات؟ وما الأساس الذي يتم بموجبه منح الشركات الترخيص للعمل في هذا المجال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البداية هناك يعني اشتراطات معينة، وهناك معايير لأغلب شركات مكافحة الحشرات اللي تمارس هذا النشاط في إمارة الشارقة. حاليا توجد هناك تقريبا حوالي 60 شركة مرخصة ولها اشتراطات معينة من أجل ممارسة هذا النشاط. طبعا أغلب الشركات اللي المرخصة أو اللي تحمل نشاط مكافحة الحشرات هي تحمل نشاطين، نشاط تنظيف المباني ونشاط مكافحة الحشرات. نشاط مكافحة الحشرات يتطلب منها أول شيء طبعا أنه لازم يكون عنده مهندس مختص يحمل أحد التخصصات العلمية، سواء كان في الهندسة الكيميائية أو الهندسة الزراعية أو الهندسة البيئية أو أي مجال من مجالات العلوم الأخرى. أي شركة طبعا ما تقدر تمارس نشاط المكافحة في أي مكان في إمارة الشارقة إلا بعد تصريح رسمي من البلدية. ضوابط عديدة يعني عملنا عليها يعني يمكن من حوالي سنتين تقريبا، بعد ما كانت هناك حادثة سابقة توفى على أثرها عدد من الأشخاص، تم التشديد عليهم. حاليا لا يمكن لأي شركة أو أي شخص مرخص أن يعمل بدون تصريح رسمي من بلدية الشارقة. نعم، لاحظنا من خلال التقرير استمرار وضع الشركات لملصقاتها وأوراقها الإعلانية أمام الأبواب، ومنها شركات المبيدات الحشرية، على الرغم من توجيهات حاكم الشارقة في هذا الشأن. هل الحملات التفتيشية لمتابعة هذا الموضوع ما زالت قائمة؟ نعم، بالنسبة لهذه الملصقات يعني هذه أغلب الملصقات بنسبة 70 أو 80% أغلبها شركات وحدية، هم عبارة عن أفراد يقومون بترويج هذه الملصقات ووضعها على المنازل وأبواب الشقق. الشركات المرخصة يعني
تعمل من خلال السوق السوق الرسمي، يعني من خلال تعاقداتها او من خلال معرفتها بالاشخاص. لكن هؤلاء الاشخاص اغلبهم عماله سائبه، عماله مخالفين يقومون بوضع هذه المساقات. طبعا هناك عندنا في القسم تم تشكيل فرقه مختصه تقوم بال يعني بزياره جميع المناطق السكنيه، عمل يعني حملات مفاجئه على هؤلاء الاشخاص، تم ضبط العديد من الاشخاص وتم تحويلهم من الجهات المختصه. طبعا اغلبهم اكتشفنا انهم لا يحملون بطاقات، لا يحملون اقامات ساريه المفعول. بعض الشركات للاسف يعني تقوم بترويج هذه المساقات لكنها تعمل في امارات اخرى، وتم مخاطبه ايضا الجهات المعنيه في الامارات الاخرى سواء كان دائره التنميه الاقتصاديه او البلديات. نعم، السيد يوسف الأحمد رئيس قسم النفايات الصلبة ببلدية الشارقة، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة القيمة لوضع الجمهور في صورة واضحة حول هذه القضية، شكرا لك. وإلى جانب دور البلديات المحلية في ضبط سوق المبيدات الحشرية لوزارة البيئة والمياه أيضا دور رئيسي في هذه المسألة، وذلك من خلال وضعها القوانين المنظمة لعملية استيراد المبيدات الحشرية وغيرها من الطرق الأخرى. وللحديث عن ذلك ينضم إلينا عبر الهاتف السيد محمد الزعابي الوكيل المساعد لقطاع شؤون البيئة بوزارة البيئة والمياه. حياك الله معنا سيد محمد. مساء الخير أختي. أهلا وسهلا. هل كل شركات المبيدات الحشرية مسجلين لديكم في وزارة البيئة والمياه؟ طبعا جميع الشركات المستوردة المبيدات مسجلة في الوزارة، سواء مبيدات آفات الصحة العامة أو مبيدات الآفات الزراعية أو البيطرية. نعم. ما هي جهود وزارة البيئة للرقابة على كل هذه المواد المستخدمة في مكافحة الحشرات؟ تقوم وزارة البيئة والمياه بتسجيل جميع المبيدات المستخدمة في الدولة، وقد قامت الوزارة وبالتنسيق مع جميع السلطات المحلية في الدولة بشان الرقابة على شركات مكافحة آفات الصحة العامة. وقد أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرارا بشان تنظيم تداول مبيدات مكافحة آفات الصحة العامة، والذي أكد أنه يحظر على أي جهة مزاولة أي عملية من عمليات المكافحة ما لم تكن حاصلة على ترخيص من السلطة المحلية بمزاولة النشاط. نعم، السيد محمد الزعابي الوكيل المساعد لقطاع شؤون البيئة بوزارة البيئة والمياه، شكرا جزيلا لك على هذه الإفادة. شكرا.